جاي خليك شوي برجع لك لانه صار حصل. قدمنا إلى غزة لمساعدة الإخوة هنا ومساعدة عدد كبير من المرضى والجرحى. فوجئنا بحالات كثيرة من الجراحات العظمية التي تحتاجها غزة خاصة عند الأطفال. الوفود بدأت تكتر، هو تقريبا هاي عبارة عن زيارات استقصائية لمحاولة معرفة ايش النقص اللي موجود ومحاولة ترتيب الوفود الاخرى بشكل اكبر.